الله يرحمه كتب كتابا سماه حياة المؤمن. في هذا الكتاب مقال واسع عريض طويل حول حياة البرزخ، ما قرأت فيما يتصل بالبرزخ مثل ما هذه المنهجية التي وضعها الشيخ أبو بكر رحمه الله عليه في وصف حياة البرزخ. يعني الاستغفار ينبغي أن لا يفتر عليه الإنسان، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من أذكار الصباح والمساء أن يقول الإنسان صباحا أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، وأستغفر الله وأتوب إليه في المساء 100 مرة.